المسيحيون في هذه الأيام يترقبون نزول عيسى عليه السلام، ويقولون أن نزوله بات وشيكا، فهم يؤمنون بعودته مرة أخرى كما يؤمن المسلمون بذلك أيضا، بل هم ينتظرون نزوله بلهفة. شباب، مراهقين، رجالات دين، مطربين وفنانين، كبار سن، كلهم ينتظرون عودة المسيح عليه السلام كي ينقذ العالم مما علق فيه من فساد، بينما المسلمون غافلون لاهون ساهون. فلنستمع لبعض صبية المسيحيين وهم يترقبون نزول عيسى عليه السلام وعودته مرة أخرى. Jesus is coming back. He will be coming in the clouds. And he will change this world because he is our savior. And whenever he comes, just Jesus is coming back. Not opinion, it's fact. I feel like for the first time in my انظروا إليهم كيف تلتقي دموع الفرح وحرقة اللقاء والشوق على وجوه هؤلاء المراهقين لهفة وحبا بعيسى عليه السلام. Jesus is coming. He is coming sooner than we all think. Let me tell you all, 3 months ago. Look, please stop scrolling. Jesus is coming back soon. We don't know when. It could be today, it could be tomorrow, it could be in a month. بينما المسلمون إذا ذكرت لهم ذلك يستهزئون. يا عيسى، يا مهدي، هاي شبيك، طق عندك فيوز، احنا وين بيا عالم؟ أولئك الذين أثقلهم حب الدنيا، فصرف الله قلوبهم فعميت عليهم الأنباء فهم لا يتساءلون. فما اشتاقوا إلى لقاء رسل الله وأحبائه وصفوته من عباده، وهم فيما لديهم فرحون. أولئك قد كره الله بعاثهم فثبتهم بالعلامة شيوخ وأمة مساجد، ولا يفرقون بين علم الغيب وترقب إمارات علامات الساعة، بينما هؤلاء صبية صغار ومراهقين ومنغمسين في الدنيا ولهوها، وجماعتنا ما شاء الله عليهم من يحكي بالدين الصحابة ما يلحقونه، خايفين مرعوبين ما يردون يخسرون مكاسب الدنيا، بينما المسيحيون يبتهجون ويتهللون. والعالم كلها بتقول عرسنا على وصول، وتلاقي المؤمنين القديسين عايشين متشعوطين امتى حتيجي تعالى اوام، ساعتها اطر لك راكب الغمام، راكب الغمام ساعتها اطر لك وانا فرحان. So watch out and prepare because Jesus is coming soon. So when we see these things, we know Jesus is coming soon. وها هو أحد أكبر مطربي الشباب المراهقين ولديه الملايين حول العالم، كيف يغني لعيسى ويتباهى بمسيحيته. Why did Justin Bieber turn his back on God? Give me for my sins. Oh, would you please? إذن لقد أدرك أهل الكتاب أن ما نحن في آخر الزمان باعتمادهم على كتاب محرف، بينما لدينا قرآن قد حفظه الله تعالى ومعزز بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمون غافلون ينتظرون أن يوحى إليهم باقتراب علامات الساعة كي يستعدوا لها. هل نحن في أواخر الأيام؟ إن في علامات كتير بتقول آخر الأيام ومجيء المسيح. ممكن ترفع إيدك كده وتستنى المسيح. لما قلنا إن في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين. تكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمم بحيرة، البحر والأمواج تضج، والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع. وكأنما هو يشير هنا على علامة الدخان التي ينتظرها الناس، حيث الرعب القادم من السماء.
كويكب يتجه باتجاه الأرض، إنه النجم الثاقب الطارق. الباب دلوقتي مفتوح لكن بعد شوية حيتقفل. نعم، يقفل الباب على هؤلاء الذين أقفلوا عقولهم، فهم لا يعقلون، لا يفقهون، لا يتفكرون، لا يتدبرون هذه العلامات الواضحات على أننا في آخر الزمان، والتي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومنها ما فصلها القرآن الكريم. ويحترم كلامه ويعيش وصاياه، هيسمع الكلمة دي: لا أعرفكم. هؤلاء ليسوا من أمتك، هذا ما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أمتي أمتي، سوف ينكرهم. نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. والإنسان المسيحي عشان رب يسمع صلاتهم لابد يكون عايش حياة توبة حقيقية وحياته منورة هنا، ونقول عليه مسيح ماشي على الأرض عايش الوصية، إنسان بيمجد اسم الله في كل خطوات حياته وعايش لربنا. نعم، عايش لربنا. قال تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فالويل لهؤلاء الذين يعيشون لأنفسهم، لأبنائهم، لزوجاتهم، لقصورهم، لسياراتهم. بئس البيع بيعكم، بئس البيع بيعكم. يا من تحشرون المسيحيين في جهنم، قارنوا أنفسكم بهم وانظروا إلى إسلامكم الذي اتخذتموه وراءكم ظهريا، حتى وصفكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يأتي زمان على الناس يصلون في المسجد وليس فيهم مؤمن واحد. انظروا إليهم، انظروا لهؤلاء الصبية كيف يعيشون في رغد العيش في جنات الدنيا، ولكنهم يتلهفون لعودة المسيح عيسى عليه السلام. كيف أداروا ظهورهم للدنيا وقد فتحت أمامهم بمصراعيها، كما هو هذا الفنان جاستن بيبر، ولكنه أدار ظهره إلى الدنيا وأخذ يغني للمسيح والمسيحية. تحشرونهم في جهنم قائلين: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد قال تعالى: من يبتغي، ولم يقل من ابتغى. هؤلاء لم يبتغوا غير الإسلام، وإنما ولدوا في المسيحية. هؤلاء قد أمنهم الله من عذاب جهنم عندما قال: إن الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله قد أمنهم من الخوف يوم الفزع الأكبر. فهل تمسكتم بنبيكم كما تمسكوا بعيسى؟ هل لديكم حرقة وشوق لقاء نبيكم كما لديهم؟ فلا تزكوا أنفسكم، فالله خير من زكاها. إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا، اصحى اصحى للصلوات.